انا عايز اسالك مباشره كده، الاهلي يلعب المباراه دي ازاي وبتشكيله عامله ازاي من وجهه نظرك طبعا، وفي الاول والاخر القرار عند مارسيل كولر. بص هو شك، ما فيش شك طبعا ان الفتره الاخيره اللي بيأدي بشكل كويس وماشي بشكل كويس طبعا مصطفى شوبير. تمام ده رقم واحد يعني. الاثنين اللي بيلعبوا الفتره الاخيره ومؤدين بشكل كويس جدا جدا رامي ومحمد عبد المنعم، رغم ان في اهداف بتدخل في الدوري انما في المباراه الافريقيه الاداء لحد كبير ممتاز، ما فيش اهداف تماما في المباراه الافريقيه، في 7 مباريات كلين شيت، فيبقى رامي وعبد المنعم، ويبقى طبعا علي معلول، وناحيه اليمين انا شايف يعني انا شايف محمد هاني برضه. محمد هاني او عمر. عمر دلوقتي عمر مش موجود. عمر مش موجود أصلاً. عمر سوري عمر مش متأيد لانه لعب مع فيوتشر بالظبط. فانا بقول لك ده بالنسبه لخط الظهر يعني. تمام. وفي نص الملعب برضه الفتره الاخيره يعني كبير ريحه التغيير في المكان ده، شفنا السولاب يلعب، وشفنا كان في كريم بيلعب فتره كبيره ومروان بيلعب، يعني المكان ده في لعيبه كتير. شايف مروان واكرم وامام ولا يحصل فيهم تغيير؟ وفي امام، وفي يعني لعيبه كتير بتأدي بامانه يعني مروان لما كان مصاب امام، وكان مصاب مروان كان بيلعب في السوليه وكان بيلعب طبعا بس انا كابتن طارق بكلمك على المباراه دي، شايف مروان واكرم وامام؟ انا شايف امام ومروان واكرم معاهم ولا مروان وامام بس؟ لو هتلعب بس غالبا ممكن يلعب بثلاثه ويخلي امام هو اللي عنده حريه. يعني مين الثلاثه كابتن طارق؟ الثلاثه ما انا بقول لحضرتك اكرم ومروان وقدامهم امام. تمام. الثلاثه اللي قدام المباراه دي بالذات قدام انا شايف افضل ثلاثه بالامانه يعني بيرتي تاو وحسين الشحات وكهرباء. كهرباء ولا اسامه ابو علي؟ برضه لا يعني وسام ممكن ما يعني لاعب كويس طبعا بس ممكن يبقى موجود هنا في المباراه اللي هنا في مصر، انما كهربا من اعلى معدلات تهديف في الفتره اللي لعب فيها في النادي الاهلي كهربا، فكهربا لعيب كبير ولعيب بيعرف يجيب جول.